الله أكبر على من طغى وتكبر. عشرات قذائف الهاوين تتساقط على قرية آبل في ريف حمص الجنوبي، ترافقا مع إطلاق الرصاص من الحواجز المتمركزة على أطراف القرية. قصف غير مسبوق على قرية آبل في ريف حمص الجنوبي بقذائف الهاون. 15/10/2012. استهداف للتجمعات السكنية. لماذا كل هذا الحقد يا بشار الأسد؟ هل لأننا طالبنا بالحرية أم لسبب آخر؟
ريف حمص الجنوبي، قرية آبل، 15/10/2012. عشرات قذائف الهاون تتساقط على القرية. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك. الله أكبر عليك يا بشار. 22 قذيفة على هذه القرية الآمنة التي لا يتجاوز عدد سكانها 4000 نسمة. الله أكبر عليك يا بشار. ريف حمص الجنوبي، قرية آبل، 15/10/2012. تساقط قذائف الهاون تزامنا مع تحليق الطيران في سماء هذه القرية.